أبى دائما على اكتشاف ورعاية مواهب في مدارسنا. هذا اليوم افتتاح معرض للوحات رسوم الموهوبين من المراحل الدراسية كافة، من رياض الأطفال للإعدادية. صراحة هذا المعرض فاجأنا فيه إبداعات أبنائنا وبناتنا في المحافظة. نحن لحد ساعة الافتتاح نستقبل لوحات الموهوبين. الروتين لا نعمل به في حضرة الموهوبين، لأن الروتين دائما يقتل الموهبة. فقررنا أن نستقبل لحد آخر لحظة من افتتاح المعرض، نستقبل الموهوبين. اللوحات تميزت بتقنية التلوين وتقنية اختيار المادة وتقنية اختيار طريقة الرسم، مواضيع كافة اجتماعية سياسية أخلاقية حتى كانت موجودة، ستيل لايف، بورتريت، منظر طبيعة. هذا الكرنفال أو المحفل اللي دأب النشاط المدرسي في كل عام أن يقيمه كان في تطور مستمر عبر السنوات. تعود التلاميذ والأطفال على الإبداع في هذا المعرض، خصوصا أنه درس التربية الفنية كان مهمل في المدارس، لكن بفضل دعمه ورعاية التربية والنشاط المدرسي أصبح الدرس مفعل من خلال التأكيد على المعلمين على عدم إعطاء دروسهم لتحل محلها الدروس المنهجية. من خلال ما وصلنا الكتاب من معرض رسوم الموهوبين أنه اكتشفنا عندنا طالبات يرسمون رسمات حلوة ومواهبهم، كذلك مو بس رسمات، تطريز، الحياكة، شغلات حلوة يعني نقدر يستغلها بمشروع أنه حتى مستقبل ضمان لنفسه. ومثل ما شفتوا هاي رسمتنا قدامكم للطالبة لارا أحمد. شاركنا معرض الموهوبين لرسوم التلاميذ الموهوبين في محافظة المثنى. طبعا هذا المعرض يضم جميع المدارس الموجودة بالمحافظة، وهو الغاية من عدة تنمية الموهوب وتمييز الموهوب عن باقي التلاميذ ودعمه. يعني مثلا احنا عندنا بالمدرسة مجموعة تلاميذ تم اكتشافهم واكتشاف مواهبهم ودعمهم بالمدرسة وتمييزهم، يعني هاي اللي يحتاج للدعم والتعزيز. يعني جبنا لوحاتهم هنا وشاركنا وفضلناهم عن البقية. لازم يتميز الطالب، يتميز بموهبته، ولازم يظهر، ما يظل ينطمر مع بقية التلاميذ اللي هم عاديين. لازم يتميز، يعني شلون مثل ما تقول الموهوب يحتاج دعم وتمديد ومشاركة ويبرز موهبته أكثر. هاي أول مشاركة إلي، والرسمة اجتني الفكرة أنه أخذ من أكثر من الصورة ملامح لحتى وصلت لهاي الرسمة. إن شاء الله مستقبلاً أشارك بأكثر من لوحة. طبعاً بالمستقبل إن شاء الله أكون رسام.